عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاهرة قادما من النيجر بعد زيارة استغرقت يومين. ترأس خلالها قمة الاتحاد الإفريقي التي أطلقت اتفاقية التجارة الحرة القارية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة. أكد الرئيس السيسي أن قمة النيجر من أهم القمم في مسيرة الاندماج الإفريقي، وأنها علامة فارقة تجاه بلورة حقبة تتسم بالرخاء الذي تتطلع إليه الدول الإفريقية عبر تطبيق اتفاقية التجارة القارية. وشدد الرئيس السيسي على وجود رغبة في إزالة جميع التحديات التي تعوق طريق التنمية والتقدم في القارة الإفريقية.